وغير الرسمية كونها ما حاصل ما حاملة توقيع الآن الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاكتمالها بعكار، لأنه ما بصير تمضي يعني أوراق ناقصة النتائج. بس كونه أعلنت كل الـ14 دائرة ما عدا عكار، فارتأيت أنا أنه بنعلن النتائج كما وردت من لجان القيد العليا، يعني كلها موثقة وجدية ورسمية ولكن غير مكتمل. شمال يعني تحديدا منطقة عكار أو محافظة عكار، بتقديري أنه بعد بدها ساعات، ربما قليلة ولكن ساعات، مش يعني مش نص ساعة وساعة، لأنه واضح أنه في إعادة عد لبعض صناديق الاقتراع عم ترجع تفرز يدويا بسبب خلاف بين المندوبين على عدد من صناديق الاقتراع، وهذا بصير، يعني هذا أمر تقليدي بالانتخابات. إن شاء الله بكرة بس نخلص هاي النتيجة زائد عكار، وبتجي من الإدارة المختصة موقعة ونحولها لرئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري، وخلال 36 ساعة إلى 48 ساعة بتكون كل النتائج موجودة على موقع وزارة الداخلية بشكل نهائي ورسمي. عمليا رح أبدأ بالدائرة الأولى. واضحة الأسماء عندكم، إنه نقولها صحناوي، جان طالوزيان، نديم الجميل، عماد وكيم، هاكوب ترزيان، بوليت يغوبيان، ألكسندر ماتوسيان، وأنطوان بانو. هيدي نتيجة الدائرة الأولى. الدائرة الثانية، أستاذ أمين شري، حاج أمين شري، الرئيس سعد الحريري، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، تمام سلام، محمد خواجة، رولا طبش، نهاد المشنوق، نزيه نجم، إدغار طرابلسي، فيصل الصايب. تفضل كافي. هذه جبال كسروان، زياد حواط، سيمو أبي رميا، نعمة فريم، شوق الدكاش، فريد الخازن، شامل روكوز، رجاء عزار، مصطفى الحسيني. هذه النهائية. المتن، متن الشمالي، سامي جميل، ميشيل المر، ماجد أبي اللمع، الياس مصعب، أجوب بكردونيان، إبراهيم كنعان، إدغار معلوف، الياس حنكش. بعبدا، علي عمار، بيير بوعاصي، هادي أبو الحسن، ألان عون، فادي علامي، حكمة الديب. علي وشوف، أكرم شايب، سيزار أبي خليل، هنري الحلو، الأمير طلال أرسلان، أنيس نصار، تيمور جنبلاط، محمد الحجار، جورج عدوان، بلال حجار، بلال أحمد عبد الله، مروان حمادي، نعمي طعمي، ماريو عون، فريد البستان. جزين، إبراهيم عزار، بهية الحريري، أسامة سعد، زياد أسود، سليم خوري. هذه صور وقرى صيدا. رئيس نبيه بري، نواف الموسوي، حسين جشي، عناية عز الدين، علي خريس، ميشيل موسى، علي عرس، علي عسيران. أنا بالنسبة إلي ست عناية، لأنه زميلتي رئيس الوزراء
يعني بدي هنيه على الهواء، زميلي الوحيد مجزودر. بنت جبيل نبطية ومرجعيون سوا، شين حسن فضل الله، محمد رعد، علي فياض، هاني بيسي، علي خليل، علي بزي، أيوب حميد، ياسين جابر، أنور الخليل، قاسم هاشم، أسعد حردان. طرابلس الضنية، المنية، عثمان علم الدين، جهاد الصمد، رئيس نجيب مئاتي، سامي فتفت، محمد كبارة، سمير الجسر، فيصل الكرامي، علي درويش، ديمة الجمالي، جان عبيد، نقول نحاس. الدائرة المربعة لأنه فيها أربع أقضي، جبران باسيل، سريدة طو، طوني فرنجية، جوزيف إسحاق، فادي سعد، ميشيل معوض، سليم سعادي، فايز غصن، اصفان دويهي، جورج عطلة. هيدي الباع الأوسط، زحلي يعني مسميها الباع الأوسط. أنور جمعة، جورج عقيس، ميشيل ظاهر، عاصم عراجي، سليم عون، أيصر المعلوف، إيدي دمرجيان. باع الغربي، عبد الرحيم مراد، وائل أبو فعور، محمد نصر الله، محمد قرعاوي، إلي فرزلي، هري جديد. بعلبك الهرمل، جميل السيد، إيهاب حمادي، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، حسين الحج حسن، أنطوان حبشي، الوليد سكري، بكر محمد الحجيري، محمود الحجيري، البير منصور. يلا خلاص بسرعة مرة وكل الأسماء. عكل بدي أقول مبروك لجميع الفائزين بالانتخابات. في بارك بالأول؟ إيه. بدي أول شيء مبروك لكل اللي نجحوا بالانتخابات، وبكرة يوم جديد بتبدأ في بحث الأشياء من خلال مجلس نواب جديد بعد 20 أيار، يعني بكرة لسه في وقت، يعني في 12 يوم 13 يوم. وعمليا دخلنا على مرحلة سياسية جديدة مع مجلس نواب جديد، بس هذا كله بالنسبة لي أنا كوزير داخلية أمر مشجع وأمر مشرف أيا كانت النتائج ولصالح أي جهة اللي كانت، لأن المهم أنه تمت عملية الانتخاب بأقل قدر ممكن من الأخطاء والمشاكل. ما عم بنكر أنه ما صارت، صارت لأنه قانون جديد كل الناس تعودت عليه من جديد، ولابد ما يحصل أخطاء سواء بلجان القيد أو بأقلام الاختراع أو يعني بكل الناس والجهات الرسمية اللي تعاطت بالانتخابات. بكرة برجع بقول بكرة لما تنتهي يعني آخر الليل أو بس ما رحنا علينا الليلة نتائج محافظة عكار، يعني بتصير رسمية وموقعة من الجهة الإدارية المختصة ونرسلها لمرة أخرى لرئيس مجلس النواب ولا رئيس المجلس الدستوري يعني إجراء المقتضى مثل ما بيقولوا. ومبروك للبنانيين رغم كل اللي عم ينقال إنه رجعوا انتخبوا ممثلينهم أيا كان القانون وأيا كان رأيي فيه، ولكن قدروا بعد 9 سنين وببساطة بسهولة رغم يعني صعوبة القانون على كل الناس وعلى كل الجهات
انه ينتخبوا ويقرروا مين بيمثلهم بمجلس النواب من مختلف الجهات السياسية من كل الأطراف السياسية، وهذا شيء ببشر بالخير بتقديري أنا، لأنه هذا إحياء مرة أخرى، إحياء للنظام الديمقراطي والاعتماد الاقتراع وسيلة لتمثيل كل الجهات السياسية. النقطة الثانية اللي بدي أقولها أني أنا بدي أشكر هذه التقنية المتعلقة بإعلان النتائج، لأنه هذه بلشت على بكير بأجيرو أولا ومديرها العام أستاذ كريدي وبشركة أرابيا جي آي أس وبشركة سايد تكنولوجي وبألفا أيضا اللي ساعدوا كتير لقدرنا وصلنا لمكننة على الأقل احتساب النتائج وصدورها بهذه الطريقة الحديثة. إن شاء الله بانتخابات 22 بتكون التطور التقني أعلى بكتير، لأنه تعلمنا المرة وبين وين في ثغرات وين قدرنا نعالج وين ما قدرنا نعالج، واستمرينا بهذه الحركة لوصلنا لهذه النتيجة، رغم أنه لولا التعقيدات المتعلقة ببعض أقلام الاقتراع وببعض القضاة وكان ممكن النتيجة تكون أبكر بكثير، ولكن في مناطق حادة أخذت وقت طويل باحتساب النتائج لأنه معظم المندوبين طلبوا إعادة الفرز بطريقة يدوية، وهيدي عمليا بتاخد وقت، ولكن انتهت بشكل هادئ وسليم. نحن واكبنا كل الوقت يعني على مدى ال 24 ساعة من يوم السبت الساعة 12 الظهر لليوم، مواكبة مستمرة دون توقف، ومن غرفة العمليات اللي بترأسها العميد الياس خوري، والحقيقة مشكور على الجهود مع كل الناس مع كل الإدارات اللي اشتغلت معه على، أنا ما بحب كلمة إنجاح إنجاز، بس على النجاح بأنه انتهت الانتخابات وصدرت النتائج مع عدا عكار بطريقة كتير معقولة بدون أحداث كبرى بدون مشاكل كبرى بدون تعقيدات كبرى وبدون أخطاء كبرى. أيضا في أخطاء نعم، في ثغرات نعم، ولكن عولجت بسرعة وكانت النتيجة مثل ما شفتوها مضمونة وكلها يعني تمت ولو مع بعض التأخير، بس إنه بتعرفوا في تسليم السنادين في محلات المحاضر كانت مش موجودة لرجعوا لقوها، وهي ما بيصير فيها تعديل، المحضر مصدق وموقع يعني ما حدا يفترض إنه فيها شيء غلط، وهيدا اللي صار حقيقة لليوم. بكرة غدا يوم آخر مثل ما بقول، عندي أربع أسئلة مشان ما تفضل تفضل أنت المتحمس. نجاح، انا عم بحكي عن نجاح وزارة الداخلية ولا نجاح اي حزب؟ لا لا، انا اولا هون ما عم تلقى اسئلة بصفتي مرشح، عم تلقى اسئلة بصفتي وزير داخلية. بالشأن الاول بعتقد اني متوجهين للعنوان الغلط، يعني دعان بحوا صوتهم كل هالوقت، ونحن جربنا الحقيقة نتحاور معهم، هن حابين انه يدلوا يصرخوا بالشارع. هاي المسألة اللي عم يطردوا عليها او النتيجة اللي عم يطردوا عليها تمت بلجنة القيد العليا، وهي ليست مسؤولية الداخلية لا من قريب ولا من بعيد، لجنة القيد العليا بترأسها قاضي، واللي مسؤول عن اللي بيسلموا قبل لجنة القيد الابتدائية بترأسها قاضي ايضا، وفي الحالين وفي اللجنتين ليس للداخلية أي دور لا من قريب ولا من بعيد. هذا رقم واحد. اثنين،
خليني نتأكد قبل من معلوماتهم، لأنه كل اللي سمعته أنا لهلأ غير الشتائم هو كلام بيتعلق ب إنه سمعوا أرقام أو وعدوا بنجاح أو قيل لهم إنه ناجحة المرشحة جمانة حداد من مكانات انتخابية. مكانات الانتخابية منا مرجع رسمي، المرجع الرسمي الوحيد هو لجنة القيد العليا اللي بترأسها قاضي كبير، وليس لوزارة الداخلية أي سلطة أو أي ولا حق حتى بالمراجعة إلا إذا هو طلب أو سأل سؤال تقني بيتعلق باحتساب النتائج أو ب... تفضل خليني كافي خليني. عفواً ما خليني سألت أول شيء السؤال. أنا بعتبر إنه هذا اللي عم بيصير ببيروت تحديداً معيب وما له علاقة لا بالانتصار ولا بالفرحة، له علاقة بالثأر وبالانتقام، وهذا بيعزز التأزم وبيعزز المشاكل ببيروت. وبحس هذا الأمر أنا مع رئيس مجلس الوزراء ومع قائد الجيش ومع مدير عام قوى الأمن الداخلي وجهات الأمنية تعهدوا أن هذا الموضوع سينتهي فورا. وأنا بصراحة عم أقول لك هون قدام كل الناس وعلى الهواء، إذا ما انتهى هذا الموضوع لأي سبب من الأسباب أنا لي حساب مع كل المسؤولين الأمنيين بكل الجهات، لأنه هذا اللي عم بيصير بين مبارح واليوم وربما أول مبارح هو طريقة ما العلاقة بالانتخاب، ما العلاقة بقلم الاقتراع، العلاقة بتصرف عشوائي في ثأرية وانتقام بالتأكيد لا بتخدم البلد ولا بتخدم الأمن بالبلد ولا بتخدم السلام بالبلد ولا بتخدم فكرة الدولة اللي كل الناس اللي صوتوا نزلوا يصوتوا تأييدا لها، بما في الجهات السياسية اللي تابعين لها اللي تصرفوا بهذه الطريقة، يعني أقل ما يقال عنها إن لا بتشبه بيروت ولا بتشبه تمثيل بيروت ولا بتشبه بأي شكل من الأشكال طبيعة العملية السياسية اللي تم. ثمانية صناديق لم يفقد أي صندوق اقتراع، في صناديق اقتراع تأخرت، فيك تسمحي لي، في محاضر تأخرت بس لم يفقد أي شيء، في تمت فقدان حالة واحدة مش صندوق، عم نحكي عن محضر، بعدين وجد المحضر مع وصل الاستلام مع موافقة كل مندوبين المرشحين عليه وهو صالح بمنطقة بعبدة، وفي صندوق آخر عفوا محضر آخر ببيروت بس انه في 250 صوت ما بيقرر نتيجة شيء يعني او 290 صوت، وتم في وقت لاحق ايجاد المحضر وانهاء الموضوع على هذا الاساس باعتباره سليم وقانوني باعتراف لجنة القيد مش باعتراف يعني. عفوا أعيد فرزة، صار خلاف يا زد. صار خلاف داخل سرايا بعلبك حول صناديق محددة موجودة ومحاضر موجودة، كبر الأمر وكأنه في هجوم على السرايا، هي مش صحيح، اختلفوا داخل لجنة القيد وتمت إعادة الفرز، لشان هيك تأخرنا، تمت إعادة الفرز وتبين وافقوا كل الجهات السياسية أي كل مندوبين المرشحين على النتيجة اللي صدرت باعتبارها قانونية وسليمة، طبعا بما في ذلك لجنة القيد الابتدائية ولجنة القيد العليا. تفضل اسمحوا لي أنا حدد من اللي جاوب. تفضل
اولا مو صحيح انه وصلت صناديق فارغه، هذا الخبر عارٍ عن الصحه كليا. الامر الثاني طبعا هن بداوا بفرز صناديق المغتربين، وتبين لاحقا انه في شكوى من بعض المنتشرين بالخارج من انه ما وردت اسمائهم او ما وردت اصواتهم، حقيقة اني ما صوت في كثير من الناس اللي بالخارج، مش كثير يعني نسبه من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا بس ما اجوا صوتوا، يعني مثل اللبناني قعد حد صندوق حد قلم الاقتراع بس ما نزل صوت. فمنشان هيك بين انه في ثغره بهذا الموضوع اللي هي بتتعلق بانه سفراء او رؤساء الاقلام بالخارج كان لازم يسجلوا انه فلان وفلان وفلاني وفلاني وفلان سجلوا لكنهم لم يحضروا للاقتراع. هالقد بسيطة. تفضل محمد. صراحة هي التدريب، يعني واضح انه في نقص شديد، وانا يعني عم بستعمل تعبير لايق وهادئ، انه في نقص شديد بتدريب رؤساء الاقلام، وفي نقص جدي بتدريب القضاة ويعني وتعاملهم مع الانتخابات وتصرفهم داخل، يعني من حيث التوقيت، من حيث مجيئهم على الوقت، من حيث متابعتهم، باعتبار انه هيدي ايضا قضية تنتظر بالوقت اللي كل الناس كانت منتظرة النتائج على احال من النار. انتم بتعرفوا مش بس المرشحين ولا حتى الناخبين، كل الناس معنية بالنتائج ومستعجلة على صدورها. تفضل. العملية الانتخابية اولا انا تابعت كل البيانات او التقارير اللي صدرت عن الجمعية، ما شفت هذا التقرير اللي عم تفضلي فيه. حضرتك شو اسمك؟ يا يارا انت عم تقولي فضيحه كبيره. في فرق بين اللي طلعوا بيان او طلعوا تقرير بالمخالفات وبين انه فضيحه كبيره، ما بعرف اذا التعبير لإلك او التعبير لإلهم. اوكي اوكي، انا الحقيقه ما وصلني نص بيتعلق بهذا التعبير. اما من حيث الوقائع، لما بيوصلني النص رسميا شو الوقائع اللي عم يعترضوا عليها، بنحضر الاجوبه اللازمه وبنجاوب. ما راح اجاوب مسبقا يعني. أنا رأيي إنه لا فضيحة كبيرة ولا من يحزنون. نحن معترفين إنه حصلت أخطاء وحصلت ثغرات بقانون يطبق للمرة الأولى بلبنان من 70 سنة، له طبيعة مختلفة وله إدارة مختلفة. ومنيح بصراحة منيح اللي وصلنا لهون بهذا الحد فقط من يعني الثغرات والأخطاء اللي بقدر أقول إنه 80% منها عولجت باللحظة المناسبة و 20% أخذت وقت وتسببت بكل هذه الشفشة. تفضل. أنا هون موجود بصفتي وزير الداخلية، ما عندي صفة الآن، بعد 48 ساعة سألني بجاوبك. أنا بعتقد إنه إيه في مرحلة سياسية جديدة بلبنان صحيح. أما الرأي بفوز الثنائي الشيعي فهذا قرروه الناخبين، وبالتالي هو أمر واقع لابد من التعامل معه كنتيجة للانتخابات مثل فوز آخرين من قوى سياسية أخرى. هيدي عم بحكي كوزير داخلية الآن. السؤال الثالث بيتعلق بانه الرئيس الحريري بيعمل رئيس حكومي او ما بيعمل رئيس حكومي. بالنظام اللبناني هي اكثريه نيابيه هي اللي بتقرر، وهيدي المساله لسه ما طرحت بشكل جدي
بالإطار القانوني حتى يكون في جواب عليه. في جواب عاطفي على القصة ولا بلا؟ نعم نعم نعم، هناك استنفار تام من كل الجهات الأمنية. بعرف مش هلا، هيدي عمرها نص ساعة، ما نحن عم نشتغل بالدقائق. عمليا صار اعتداء على مكتب لتيار المستقبل غير مبرر، وهذا اعتداء حقيقة ما له علاقة بالانتخابات. هذا دليل جهل بعض الناس وتعمدهم عدم احترام صندوق الاقتراع، سواء كان لصالحهم او لصالح غيرهم. سهل كتير تعمل مشكل، الاصعب شيء انك تحترم صندوق الاقتراع وتحترم نفسك وتتصرف تجاه الاخرين بطريقة مدنية وحضارية، وهذا لم يتم وليس مفاجئا. ولكن انا عم اقول لك استمرار هذا النهج، استمرار هذه الطريقة ستؤدي الى مشكلة امنية كبيرة، اللي بلشها بده يتحمل مسؤولية. كل المعنيين يا سيد هيئة الإشراف تأمن لها بالقانون كل الصلاحيات وكل الدور المستقل. أنا وصلت لوقت أني صرت أتجنب الاجتماع فيهم كي لا يقال أني أنا بأثر عليهم أو بتدخل بشغلهم. لم يحدث هذا الكلام بأني تدخلت أو أثرت بشغلهم لدرجة حتى تجنب الاجتماع. المشكلة الوحيدة الجدية اللي صارت معهم هي بالاعتمادات، بسبب الإدارة وبسبب الورق والأخطاء الإدارية التي طالت كل شيء له علاقة بعملية الانتخاب من أولها لآخرها. خليني أكون صريح، ما طالتهم لوحدهم، هني دورهم من الآخرين، لذلك بين الفرق أكبر. بس هاي طالت كل الناس. نحن وقعنا عقود قبل 60 يوم مع الشركات، منهم جاس ما بعرف، خلي صلحوا لي اذا 62 يوم او 59 يوم لقدرنا ننجز الربط التقني مع اوجيرو، مع كل الجهات اللي سميتها قبل، لربط 200 مركز للجان القيد الابتدائية والعليا. ما عندهم اي اشكال سياسي ولا اي اشكال بالصلاحيات، ولا عندهم اي تدخل من وزارة الداخلية. بالعكس، أنا عندي شكاوى من عدم يعني التعامل معهم بشكل يومي. كل شيء بيجيني منهم بحولوا للجهات المختصة، سواء قضائية أو غير قضائية، وبتصرف على قاعدة الاستقلالية التامة لهيئة الإشراف. الإشكال الجدي الوحيد اللي صار إنه ما تأمنت لهم الاعتمادات اللي على أساسها بيجيبوا الموظفين وبيعينوا يدفعوا بالوقت المناسب، لأنه هذا اللي جاي يشتغل أشهر قليلة منتظر معاشه أسرع بكتير من شخص متقاعد أو شخص عامل موجود بهيئة الإشراف. وأيضا حتى حقوق المالية للأعضاء وصلت بشكل متأخر جدا جدا جدا، وبسبب أخطاء إدارية أيضا. في حد عنده شيء بعد؟ شكرا. بس بدي ارجع اكد، كل هيدي الاصوات اللي عم تسمعوها هون مش محلها ولا لنا علاقه فيها، لا من قريب ولا من بعيد. هاي المساله عناصر وزاره الداخليه توا عم ينقلوا صناديق اقتراع بسيارات مدنيه، هيدا مسؤوليه الداخليه. انا المعترضين برا فيهم محامين وفيهم ناس بيعرفوا وين بدهم يروحوا يحضروا. اعتراضهم على كل اداء وزاره الداخليه مش على موضوع محل. اولا كل أداء كلمة مش سؤال، هذا رأيك ورأيه. أنت ما لك حق تبدي رأيك هون، أنت صحافي عم تسأل سؤال. أنا ما بقى سؤالك، إذا كان كل العملية ما عجبتهم
يكتبوا لنا ونجاوبهم بشكل سليم. انا يعني بجاوب على الوقائع ما بجاوب على الاراء، لانه اذا بالاراء انا سابق الناس بكثير. الوقائع الوقائع، هلا انت عم تقول لي وقائع مستندي لمعرفتك. يا سيدي انا شفت كل الفيديوهات، ما شفت ولا فيديو بهيدي اللي عم تفضل عنه. شفنا الفيديو اللي متعلق بقصر العدل وطلعنا بيان ووضحنا شو هو، والمحافظ بجنوب قال هيدي بتعليمات مني انه ظهروا وموجود بالفيديو حرس موجودين معهم عم بيشيلوا هول الظروف. اللي عم تتفضل فيه هو نقل بسيارات شخصية، هذا الامر انا ما شفته. اذا بتجيب لي الفيديو حقق فيه وبجاوبك عليه. فوجود محامين تحت ما بيبرر انه وقائعهم كلها سليم. لما بيجيبوا وقائعهم انا بجاوب انه عليها بكل واقعة، والمحل اللي بيكون فيه تقصير انا عندي شجاعة الكافية اقول انه فعلا وزارة الداخلية بهذا الموقع مقصر. لذلك ما في شيء اسمه التعميم، كل الكل هيدي يعني باب مفتوح ما بيتسكر. لا انا ما بعمم بشيء على كل حال.